السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص ديفلوبمون ليميتي. دونك هذه هي الحصة قبل الأخيرة بالنسبة للديفلوبمون ليميتي. دونك غادي نشوفوا فيها أشياء تقريبا شفناها في السنوات الفايتة، دونك ما تلقاوش مشكل. غادي نشوفوا أول حاجة كيفاش كنحددوا ليكواسيون دو طونجونت بالنسبة باستخدام ديفلوبمون ليميتي، كيفاش كنحدد لا بوزيسيون ديالو، واش او دوسو او دوسو، واش فوق واش تحت اكسيتيرا. واخيرا نشوفوا واحد الحاجه جديده وهي لا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي. حيت كنقولوا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي نفس الفكره ديال لا كونتينيتي، حيت كنا كنقراو ما يسمى بالبرولونجمون. الا بقيتو عاقلين كتكون واحد لا فونكسيون ني با ديفيني في واحد لو بوين كنردها ان ني با كونتيني، كنردها كونتيني في دوك لو بوين وخاصها تكون ني با ديفيني اكسيتيرا. لا ميم شوز كيكون عندنا واحد لا فونكسيون انها نو ادمي با واحد ديفلوبمون ليميتي، كنردها انا انها ادمي ديفلوبمون ليميتي، وكنسميها لا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي. كاينه بالنسبه لاي بوين، كاينه بالنسبه لو بوين زيرو، كاين حتى لو بوين لانفيني اكسيتيرا. Alors, nous allons voir la définition d'Yana. Soit f une fonction qui admet un développement limité de ordre 2 en voisinage AA, appartient à R. Haytou anna f de x, qu'est-ce que c'est le chèque ou le chèque arfna? مزيان، بما انها ادمي ان ديفلوبمون ليميتي، لا فورم دو ديفلوبمون ليميتي سي سامبلومون كيكتب على بارتي بولينوم هي هادي اللي كتكتب على شكل بي دو زيرو بلوس بي دو ان عامل اكس ناقص ا بلوس بي دو زو عامل اكس ناقص ا او كاري اكسيتيرا بلوس لو ريست ديالنا. مزيان، الوغ لو ايكواسيون. دونك انايا خدمت واحد لا فونكسيون، كتبت لا ديفلوبمون ليميتي ديالي، ها هي لا فورم ديالي. الوغ هاد ليكواسيون هادي اللي هي بي زيرو زائد بي عامل على اكس ناقص ا، هادي هي كتسمى ليكواسيون دو طونجونت على كورب اف اون فوازيناج عفوا اون بوان ا. اون بوان ا يعني لو بوان ديزابسيس، بوان ديزابسيس ا صافي، ماشي دي زيرو دون ديزابسيس، سي تري بيان بالنسبه. دونك هادشي راه ديجا شفناه في السنوات الفايته، دونك غنحاولو نشرحو غير هنا شي حاجه بسيطه. صافي الا دار ديفلوبمون ليميتي اوتوماتيكمون راه كنلقى ليكواسيون دو طونجون. صافي كنهز هاد لي تيرم الاول، راه هو ليكواسيون دو طونجون. الا بقيتو عاقلين هانتوما ركز معايا، الا بقيتو عاقلين في السنوات الفايته كنا باش كنحددو ليكواسيون دو طونجون كنا كنقولو ليكواسيون دو طونجون عفوا كي هو واحد إيكغيك لي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا إف دو إكس زيرو بلوس إف بريم دو إكس زيرو عامل على إكس ناقص إكس زيرو، ياك؟ حيت كنقولو أون إكس زيرو، أوك زيرو هو لو بوان بالنسبة لاكس دي زابسيس. مزيان، ألوغ هادي هي باش كنحددو ليكواسيون دو طونجون. راه بحالها إلا جينا نشوفو لا فورميل دو تايلريون كيفاش كتكتب لنا لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس، كتكتب على شكل اف دو اكس 0 بلس اف بريم دو اكس 0 عامل اكس ناقص اكس 0 على 1 فاكتوريال زائد اف سكوند دو اكس 0 على اكس ناقص اكس 0 او كاري على 2 فاكتوريال زائد اكسيتيرا. مزيان، دونك الا جينا لاحظنا هاد لو تيرم هذا راه هو هذا، دونك واحد فاكتوريال راه هو واحد، يعني هاد لو تيرم هذا راه هو ايكغيك سي بيان، هذا راه زيناه هو هذا. الا جينا في لا فورميل دو تايلر حيت كنديرو ديفلوبمون ليميتي، راه كنسنتجو ان هاد بي زيرو اللي عطانا هنايا راه بي زيرو راه هي اكزاكتومون لا بروميير تيرم هنا هو اف دو اكس زيرو، وان ا1 ب ا عفوا راه هي اكزاكتومون الاشتقاق الثاني اف بريم دو اكس 0. سي سامبلومون صافي، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. مزيان، وباش نحدد انا لا بوزيسيون ديالو كنديرو الطرح اف دو اكس ناقص ايكغيك كما كنا كنشوفو في الباكالوريا. سي سامبلومون كنا كنديرو اف دو اكس ناقص ايكغيك وكتساوي لنا لا تيرم. دونك هنا الا درنا اف دو اكس ناقص هاد ايكغيك هذا، يعني هاد لو تيرم هذا جبناه للجهة الأخرى، غادي يولي إف دو إكس ناقص هاد إيكغيك. أشنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا بي دو دو على إكس ناقص أ الكل أو كاري. دائما كنخدم بلي تيرم اللي تابع إيكغيك، راه يقدر أنه يكون هاد الإشتقاق التاني يقدر يكون كيساوي لنا زيرو. أشنو غنهزو؟ راه غنشوفو نزيدو الإشتقاق التالت
حتى هو كيساوي زيرو ونشوفوا الاشتياق الرابع. الاشتياق الرابع يلاه بي دو كات هي على اكس ناقص ا اس 4 هي اللي غادي نشوف انايا اللي غادي نقارن. بما ان هنايا دو اوردر 2 دونك هاد بي دي زيرو ها هو لا ديفينيسيون باش نمشيو بشويه علينا. سي بي دي زيرو كتخالف بي دو 2 عفوا كتخالف النا زيرو، الا كانت كتخالف النا زيرو دونك راه كاينه. بما انها كتخالف النا زيرو كنقارنو بي دو 2 هي بي دو اللي علاش بي دو 2 لان هادي راه او كاري صافي نورمالمون كنقراو كنقارنو هاد التيرم كامل غير هادي بما انها او كاري راه موجبه صافي ما كتاثرناش على الاشاره. اما كانت اوس 3 راه نهز هاد التيرم كامل. ركز معايا يعني اش يعني انه بما ان هذا موجب غادي نهز انا غير بي دو دو هو اللي تحدد لنا البوزيسيون. الا كانت موجبه يعني ان اف دو اكس ناقص ايكغيك مالها راها موجب بموجبه يعني راه موجب يعني ان اف دو اكس اكبر من ايكغيك يعني ان سي اف فوق ايكغيك صافي يعني ان سي اف اي اي دو سو اي بالنسبه لا طونجونت ايكغيك مزيان. اما الا كان الاكس الا كانت بي دو 2 هذه لقيناها ناقص 5 ناقص 1 على 2 اكسيتيرا لقيناها سالبه فانه غادي يكون الاكس غتكون ايكغيك هي كبيره يعني ايكغيك يعني سي اف غادي يكون تحتها صافي او دوسو بالنسبه لا طونجونت دو ا سي سامبلومون. هادشي اللي كاين. اجي دابا نفترضوا الا كانت هاد بي هاد لو تيرم بي دو 2 كانت كتساوي لنا زيرو شنو كنديرو؟ كنمشيو بلا تيرم اللي ورا. شكون لي تيرم اللي ورا؟ هاد بي زيرو ساوات لنا زيرو يعني كنمشي انا لبي 3 على اكس ناقص ا اس 3. هنايا شنو كنجي؟ ماشي غادي نجي نقارن غير بي 3 بوحدها ماشي دونك كنجي لي ماشي هي اللي كنقارنها. الا كانت موجبه نقول سي اف لا كنقارن لي تيرم كامل. علاش؟ لان هادي اس 3 سي سامبلومون في الاولى عطاتنا او كاري موجبه هذه راه اس 3 ما عارفينها لا موجبه لا سالبه دونك نهزو هاد لا تيرم كامل صافي. الا كان كبر من الصفر راه غادي نقول ان سي اف انها او دي سو يعني ان سي اف فوق تي. الا كان سالب هاد لو تيرم كامل كنقول انه تحت. مزيان نفترضوا ان لقينا بي 3 مالها كتساوي صفر نمشيو لاش لبي 4 هي بي 4 و 4. هنا شنو غادي نقارنو؟ هذه ما غاديش نقارنوها لانها موجبه غادي نقارنو غير بي 4 كما شفنا في بي 2 صافي. يعني فكره بسيطه بزاف و ديجا قريناها في السنوات اللي فاتت ما كاينش شي حاجه اللي جديده. سي هاي سي بي 2 كتساوي لنا زيرو اون كونتيني لا ديفلوبمون ليميتي جوسكا ا ك بي 2 ان حتى نلقى عفوا ندير لا ديفلوبمون ليميتي غادي نمشي لبي 2 لقيناها زيرو غندير ديفلوبمون ليميتي حتى اوردر 3 غنمشي اوردر 3 لقيتها زيرو نكمل اوردر 5 اوردر 6 حتى نقولوا حنا اوردر 10 ياك لقيتها كتخالف الصفر كنحبس هنا وكنقارن بي 10 على اكس ناقص اكس 0 اس 10 هنا راه موجبه هادي دونك غادي نقارن غير بي. اما عطانا 90 غادي نقارن هذا كامل. فكره بسيطه بزاف فهمتوا مزيان. اجي دابا نديرو واحد ليكزومبل باش اننا نفهمو هادشي شرحناك. يعني صافي دابا حيت كتعرفوا تحسبوا لا ديفلوبمون ميتير نقدر نعطيكم اي اسئله قريتهم في لي فونكسيون دو ان فاريابل يعني خاصك تضبط كلشي الكومبيت كومكاب اي حاجه خاص تكون انت ضابطها لان تقدر انك تلقى الاشتياق الثاني غير بلا فورمول. بعد ديك لا فورمول كتسكت انت اوتوماتيكمون كتستنتج الاشتياق الاول الاشتياق الثاني الاشتياق التحقيق. اي سؤال يقدر يسولوك بالنسبه لي فونكسيون مايمكنش انا نجي نراجع معاك لا فونكسيون دو ان فاريابل غير هي الكامله فهمتي. يعطيك لي برونش لانفيني يعطيك اي حاجه دونك لي برونش لانفيني خاصك تعرف تحسب لي ليميت واش نشوفو الحصه الفاتت ونديرو واحد الرابي دونك يعني خاصك انت خاص تكون ضابط على داكشي. علاش كيكون دائما هاد الشابيت كتكون ورا لا فونكسيون دو ان فاريابل غيال لانه كيسولك على دوك الاسئله كيكونوا في لي فونكسيون دو ان فاريابل غيال باستخدام ديفلوبمون ليميت. الوغ نشوفو حنا اكزومبل نديرو شي اكزومبل بسيط اف دو اكس نفترضو انه كيساوي ln دو اكس. الوغ غنحاولو نحسبو لا ديفلوبمون ليميتي دو اوردر ان اون بوان دونك اون بوان ان صافي. يعني اش بغينا حنايا ندرسو؟ بغينا ندرسو ln دو اكس غادي نحاولو نريشيرشيو على لا ديفلوبمون ليميتي اون بوان دو زابسيس بالنسبة لان باش نحدو لا طونجونت اون ان نشوفو اكزاكتومون
la position بالنسبة للطونجون ايكواسيون دو طونجون تو سي اف اكسيتيرا. مزيان. الوغ هنايا اوتوماتيكمون دونك هنا نورمالمون بما انها سهلة نقدر انني ندير لا فورميل اكزاكتومون دو تايلر ديريكتومون لانه فونكسيون بسيطة. صافي بغيت دير ديفلوبمون مي ميتي ديرها ولكن فهمتي حنا راه حنا كنهضرو على الوقت يعني هذه بسيطة هذه نقدر نديرها غير باستخدام ديفلوبمون لي ميتي يعني اون ها انتوما اون بوز اوزون لان خاصني نبدا اوردر ان دابا راه اوردر او ان الو اوردر زيرو خاصني نبدا اوردر زيرو كيما شفنا السنه في الحصه اللي فاتت اون اون بوز كو ايكغيك نضع ايكغيك كيساوي اكس ناقص ان باش حيت ان اكس هاد اكس هادي غتمشي لي الان ايكغيك باش غتمشي غتمشي للزيرو دونك اون ا جي دو ايكغيك كتساوي لنا اف دو ايكغيك بلس كتساوي لنا ln دو ايكغيك زائد سي تري بيان الوغ شنو كتساوي هنا شنو عندنا راه عندنا اكس الى مشات لنا الان هذا كيعني انه كيكبالي ان ايكغيك كتمشي لنا للزيرو يعني دابا راه رجعنا ايكغيك اون فوازيناج دو زيرو هادشي راه شفناه الوغ غادي نحاولو نديرو لا ديفلوبمون ليميت ديال هادي هادي سي ان فونكسيون كنعرفو ديفلوبمون ليميت ديالها واحد زائد اكس الوغ كنعرفو انها كيساوي لنا واحد زائد اكس كتساوي لنا اكس ناقص واحد على اكس اكس او كاري على جوج زائد اكس اذا حنا نحبسو على الاوردر دو صافي دونك حنا دونك ان ان دو ايكغيك بما ايكغيك انها تونفير زيرو يعني اننا نقدر نديرو ديفلوبمون ليميتي ديال هادي يعني ها هي اكس ناقص عفوا هي ايكغيك ناقص ايكغيك او كاري على جوج زائد زيرو دو ايكغيك او كاري مزيان دابا ديفلوبمون عادي هادي اون فوازيناج دو زيرو هادي راه من لي فونكسيون لي ايزي لي قلتلكم خاصكم تكونو ضابطينهم مزيان الوغ دونك دابا خاصنا نردوها اون فونكسيون دو اكس يعني نديرو شونجمون دو فاريون ونردها كتابة كما كتكتب يعني ان اف دو اكس راه كتساوي لنا جي دو اكس ناقص واحد صافي يعني ايكغيك غنربلاصيوها باكس ناقص واحد دونك هادي يعني غتولي اكس ناقص واحد ناقص اكس ناقص واحد او كاري على جوج زائد زيرو دو ايكغيك او كاري سي تري بيان دونك حنا درنا لا عفوا هنا حتى هنا كنديرو شونجمون دو فاريابل اكس ناقص واحد لكل او كار سي تري بيان دابا شنو كنديرو كنحاولو اننا نستنتجو دابا درنا لا ديفلوبمون لو ميتي ديالنا نجيو من البروف نقولو لو ايكواسيون دو لا تانجونت تانجونت اون ان اي نحطو تي هي ايكغيك اللي كتساوي اش كتساوي لنا لا بروميير ها هو راه كنهزو فين هاي يعني لا بروميير تيرم دونك كتعطينا هي او كاري حد او كاري هاي 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 كنهزو او كاري ما كنهزوش زوين سي تري بيان يعني هاد البروميير تيرم يعني هو اكس ناقص واحد صافي هنا راه بي زيرو سوات لنا زيرو بقات لنا هاد التعبير هاد سي بيان دونك نهزو زعما لا دوغري دوغري ان سي سامبل لا دوغري ان كنهزو هو هذا ها هو لا طونجون ديال الناس سنتجنا هو ايكغيك هنا اكس ناقص واحد شي حاجه اللي بسيطه بزاف حنايا يعني نقدروا ندرسو لا بوزيسيون ديالو صافي الا بغينا ندرسو لا بوزيسيون ديالو كنديرو اف دو اكس ناقص ايكغيك دونك شنو كتساوي لنا كتساوي لنا ناقص واحد على جوج اكس ناقص واحد او كاري سي بيان زائد اكس ناقص واحد لكل او كاري دو غيست ديالنا اشنو كنقارنو بما ان هذا او كاري راه موجب ما تشعترنا الاشاره كنشوفو هاد التعبير هذا موجب ولا سالب سالب بما انه سالب يعني انه غادي يكون اف دو اكس اصغر من ايكغيك دونك هنايا بما انه اصغر من ايكغيك اشنو غنديرو ان السي اف راه كاين تحت تحت ايكغيك صافي يعني ان سي اف في او دو سو صافي نجي نكتبوها هنايا دونك سي اف اي او دي سو دو سا طونجونت طونجونت اون فوازيناج دو واحد
صافي اون فوازيناج دو فوا سي سامبلومون الوغ نحيو شي سامبلومون بسيط بزاف صافي دونك هادي راه نقدروا نديروها باستخدام اوتوماتيكمون بلا ما ندير هاد المراحل. يعني اكزومبل نديرو شي اكزومبل اخر باش اننا نضبطو المسائل ديالنا. دابا نروح دابا نعطيك اكزومبل اف دو اكس كتساوي لنا واحد على اكس اكسبونسي ان سور اكس. هادي شتها مكتوبه في واحد الاكزامبل بسيطه بزاف هادي بلا ما ندير هنا هادي. دونك هنايا غادي نحسبو لا ديفلوبمون ليميت دو اوردر ان اون فوازيناج دو واحد صافي. انا بلا ما غادي ندير عاوتاني شونجمون دو فاريابل راه شونجمون دو فاريابل خدمو لي تكنيك ديال الضرب اكسيتيرا بزاف د الحوايج. من الاحسن هادي نقدر انا نشتقها جوج مرات ممكن. يعني غادي نجي غادي نشتقها المره الاولى اف بريم دو اكس نشتقها نشد هادي نشتقها الا وين نشتقها نشتق واحد على اكس شحال واش نشتق ديال واحد على اكس وناقص واحد على اكس او كاري مزيان في ليكسبونونسيال ان سور اكس زائد واحد على اكس في الاشتقاق شحال هو الاشتقاق ديال واحد على اكس هو ناقص واحد على اكس او كاري مع واحد على اكس هي ناقص واحد على اكس اس 3 في اكسبونونسيال ان سور اكس. يعني شقتها المره الاولى نعاودها ثاني نشقها المره الثانيه. دونك راه الاشتقاق راه شي حاجه بسيطه الاشتقاق ديال واحد على اكس او كاري ناقص واحد على اكس او كاري شحال هو الاشتقاق ديال راه هو الناقص مع الناقص يولي زائد الاشتقاق ديال اكس او كاري راه هي جوج اكس هادي او كاري راه هي اكس اس 4 الاكس مع الاكس هادي تبقى جوج على اكس اس 3 ها هي جوج اكس اس 3 غادي نضربها في ليكسبونونسيال واحد على اكس ناقص واحد على اكس او كاري في الاشتقاق ديال هادي هو ناقص واحد يعني ناقص او كاري مع او كاري غتولي 4 ليكسبونونسيال 1 سور اكس هادي سالي الاشتقاق ديال الاولى. نمشي للثانيه ناقص واحد اس 3 شحال هي الاشتقاق ديال اكس اس 3 هي 3 اكس او كاري على اكس هادي او كاري يعني اس 6 وهنا الناقص مع الناقص غيعطينا البلوس مزيان هادي مع هادي غتمشي غتولي اس 4 يعني الناقص مع الناقص يولي بلوس هي بلوس 3 اكس اس 4 فوا اش فوا ليكسبونسي ان سور اكس ناقص هادي عاوتاني نشتقوها تعطينا ناقص واحد على اكس او كاري نضربوها في ناقص يعني زائد واحد على اكس واحد على اكس او كاري نضربوها في واحد على اكس اس 3 هادي مع هادي شحال تعطينا تعطينا البلوس يعني 3 4 5 يعني اكس اس 5 في الاكسبونسيال واحد على اكس صافي. اشنو خاصني نحسب انا خاصني نحسب اف بريم دو واحد شحال كيساوي في اكس نعوضو بواحد واحد 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 يعني تعطينا ناقص او ناقص او يعني ناقص جوج او و اف بريم دو واحد يعني في ما شت اكس نعوضوها بواحد يعني تعطينا جوج او زائد واحد او زائد ثلاثة او زائد واحد او شحال تعطينا 3 4 5 6 7 يعني 7 سي بيان. دونك نديرو لا فورمي دو تايلر يونغ. شنو كتقول لنا فورمي دو تايلر اف دو اكس كتساوي اف دو اكس 0 بلس اف بريم دو اكس 0 على اكس ناقص اكس 0 زائد الشقاق الثاني دو اكس 0 على جوج فاكتوريال على اكس ناقص اكس 0 او كاري بلس لو ريست ديالنا صافي. الو شكون هو اكس 0 هو واحد ها هي واحد 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 هذه ديجا حسبتها وهذه ديجا حسبتها وهذه نوبلاصيها بواحد وهذه بواحد سي بيان. شكون هي اف دو واحد هي هذه دونك عندنا ان اف دو واحد دونك الا عوضنا بواحد واحد يعني او سي تري بيان. دونك عندنا اف دو اكس شنو تساوي لنا تساوي لنا او بلس اشتقاق الاول شحال لقينا فيها ها هو ناقص ناقص جوج او عامل اكس ناقص واحد زائد الاشتقاق الثاني سبعة او سبعة او على جوج اكس ناقص واحد او كاري زائد لو ريست اكس ناقص واحد كل او كاري صافي. انت درتي ديفلوبمون ليميتي واحد السرعة سامبل دونك هنايا بلا ما نحتاج انني في الراوتنيك ها هي دونك خدمها بهاد لا تكنيك لانها بسيطة ولكن
راه هادي راها كلاس سي ان، شي علاش كلاس سي دو، داكشي علاش قدرت يعني شي اخرى كونتيني سي سامبلومون. اما اون واحد في واحد سي بيان، اما الى عطانا واحد لا فونكسيون اللي معقده سينوس طونجون ديال اكس اكسبونسييل اكسيتيرا، كنخدموا لا تكنيك ديال ديفلوبمون ميثود كتكون بسيطه هذه مزيان. دونك قدرنا ندرسوا هاد لا فونكسيون ديالنا، دونك نمحيو هادشي وندرسوا سي سامبلومون. غنمشيو لاول حاجه كما العاده، نحددوا اول حاجه ليكواسيون دو طونجون. عندنا ان تي دو ايغريك ايغال فينا ليكواسيون دو طونجون، هنا كنهزو لا بروميير تيرم ها هو، يعني هو الاكس بو ناقص جوج او ديال اكس ناقص واحد، دونك هذه هي ايكواسيون دو طونجون. سي تري بيان. الان نشوفو لا بوزيسيون غولاتيف ديال واش فوق ولا تحت. دونك اشنو غندير، غندير اف دو اكس ناقص ايغريك، هادي غنجيبها لهنا غتعطي ناقص اكس، كتبقى لي هادي غتبقى لي 7 او على 2 اكس ناقص 1 لكل او كاري. دونك هادي مالها بوزيتيف سي بيان، لان 7 او راه بوزيتيف دائما بوزيتيف، 7 على 2 دونك راه بوزيتيف، دونك التعبير كامل بوزيتيف، يعني ان سي اف مالو راه فوق، يعني سي اف اي او دي سي de sa tangente en point 1 en point 10 abscus 1. Alors donc si simplement nous disons les exemples il y en a parce qu'on a un peu de il y en a غير خاصنا نكونو راكزين فوقاش غنخدمو على فورميل دو تايلر، حيت كتكون عندنا لا فونكسيون كلاس سي ان، فهمتو؟ الوغ نكملو. اش وصلنا؟ وصلنا 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 للتعريف ديال الثاني. دونك سوا اف اون فونكسيون، شو معايا عندي اف واحد لا فونكسيون ديفيني سيغ لا فوازيناج دو زيرو الا صفر، يعني معرفاش في الصفر ولكن معرفة في الفوازيناج دو زيرو. قلنا سوبوزون كو اف ni admis pas du développement limité en zéro. Achetez-le là. Et ne est pas. Alors moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je dis que l'idée de la continuité, ni le prolongement, et ni qu'est-ce qu'on n'est pas défini pour être le point, car je dois être là, qu'on a défini ou qu'on a continué, etc. Et ni un f n'est pas défini sur zéro, mais qu'il est défini au voisinage de zéro. Et f ne admis pas de développement limité. Et ni ma qu'est-ce qu'on appelle le développement limité en 0. Mais la fonction de banner doha, la def de banner doha, il existe. Yujad wahd alpha, li kat haqlina had l'kadiya hadi. Anna x os alpha os f, hadi wulli had tabir hada, li exemple nsmi wajji de x, hadi wulli anna hu admi un développement limité. سي بيان، يعني ان اف يعني ان اكس اس الفا اف دو اكس كيساوي لنا كيقبلنا ديفلوب، يعني نقدروا نكتبوا على شكل ديفلوبمون ليميتي. من بعد هذه هذه كنجي كنقسمها على هذه، يعني واحد على الفا اف دو اكس كتساوي واحد على اكس اس الفا على ديفلوبمون ليميتي ديالو، كتولي هنا مديفلوبيا. ولكن اشنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى هاد اف هذا ادمي ان لا ديفلوبمون ليميتي جينيراتريس، صافي. واشنو كنسميوها؟ كنسميوها ديفلوبمون ليميتي جينيراتريس، كنديرو جي جينيراتريس دو اوردر ان اون فوازيناج دو زيرو، فهمتو لا تكنيك؟ يلا نشوفو اكزومبل باش اننا نابليكيو هادشي اللي شرحنا. الوغ ديكزومبل ديالي، قلنا اف دو اكس كتساوي لنا سينوس دو اكس على اكس اوس تخوا، سي تخي بيان. غنحسبو لا ديفلوبمون ليميتي ا اوردر تخوا، صافي. اون فوازيناج دو زيرو، هنايا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان لا فونكسيون ديالنا انها مكتقبل ليناش واحد ديفلوبمون ليميتي اون زيرو. علاش؟ علاش مكتقبلش لا ديفلوبمون؟ الا جينا نحسبو لا ليميت ديالها في اكس طون فيغ زيرو ديال سينوس دو اكس على اكس اوس تخوا، غتساوينا لانفيني، صافي. و الا ساواتنا لانفيني دونك راه مكتقبلناش. فوقاش كتقبل الا حسبنا لا ليميت وعطاتنا واحد النومبر، وداك النومبر ابارتيان ا ار، كنقولوا ان لا فونكسيون ديالنا انها ان واحد لا فونكسيون مالها
انها فونكسيون ادمي ان ديفلوبمون ليميتي وانها ني با ديفيني ما عرفاش في الصفر الا هنا راه عندنا ستود اكس على صفر صفر في التحت راه ما عرفش يعني على ني با ديفيني كيما كاين في الكل انها ني با ديفيني في الصفر وان اف ني با ما كتقبلناش واحد ديفلوبمون ليميتي اون زيرو علاش لان حسبنا لا ليميت ديال اف اكس تون فيغ زيرو لقينا انها كتخالف لنا النومبر ريال صافي سي تري بيان دونك دابا خاصني نلقى واحد الفا اللي حقنا هاد القضيه شكون هو الفا هو اكس اس 3 يعني تبقى لي سينوس سينوس انا عارفه انها ادمي ان ديفلوبمون ليميتي نجيو للبروف نقول له اون بوز نضع واحد شي دو اكس هي هاد لا فونكسيون هادي هي ايكال اكس اس اش شكون هي الفا هي 3 اكس اس 3 دو اف دو اكس اللي تساوي لنا سينوس دو اكس وهاد جي دو اكس ها هي مالها كتكون ادمي ان ديفلوبمون ليميتي بقى نعرفوا ان سينوس دو اكس راه ادمي ان ديفلوبمون ليميتي لانها باينه سي لا كلاس سي ان اكسيتيرا دونك كنديرو دابا شنو كنديرو كنديرو ديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس ها هي كنكتبو ديفلوبمون ليميتي ديال هادي هي جي دو اكس كنكتبو لا ديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس ديفلوبمون ليميتي ديالها هي اكس ناقص اكس اس 3 على 6 سينوس ياك زائد اكس اس 5 على 120 زائد 0 دو اكس اس 6 اشكون لي وسهل راه قال لك هنا دو اوردر 3 انت مشيتي درتي دو اوردر 6 شنو قلت لكم في ديك الحصه شنو قلنا لكم قلت لكم هي كانت القسمه هنايا هذه كشنو كندير في لا ديفلوبمون ليميتي كنديرو بلس يعني الا كانت هنا واحد كندير ديفلوبمون ليميتي ديال 3 بلس 1 بالنسبه للفوقاني لان في التالي غادي نقسم وغادي نقسم على اكس اس 3 تولي 3 فهمتي كانت عندي 10 هنايا غادي نزيدها على 3 تولي 13 يعني هاد السينوس نديرها ونفوازينا الجذور 13 اكسيتيرا صافي مزيان الوغ علاش داكشي علاش درنا حد اكس اس 6 سي تري بيان دابا اف دو اكس شنو غادي يولي كيساوي لنا غادي نشدو غادي نشتقو غادي يعطينا واحد على اكس اس الفا يعني واحد على اكس اس 3 عامل على اكس ناقص اكس اس 3 على 6 زائد اكس اس 5 على 120 زائد 0 دو اكس اس 5 هاي اشنو تساوي لنا اف دو اكس هادي نقسمو على هادي تعطينا واحد على اكس او كاري ناقص هادي ما عادي تمشي تبقى واحد على 6 زائد واحد على 120 اكس او كاري زائد 0 دو اكس اس 3 الوغ شنو كتسمى هادي هادي هو اللي كيتسمى لا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي صافي جينيراليزي هذا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي دونك جينيراليزي دو اوردر ان اوردر 3 بالنسبه للثلاثه سي سامبلوم وحتى في البلوس لانفيني اي في البلوس لانفيني كيولي الاكس كنقلبوا على اف دو اكس على مقسوم علاش على اكس اس الفا نديرو اكزامبل باش تفهمو الوغ اشنو قلنا قلنا ان عندنا واحد لا فونكسيون نفس الحاجه عندنا ان واحد لا فونكسيون ديفيني فونكسيون ديفيني سور اون فوازيناج دو لانفيني يعني هنا ماشي زيرو يعني عندنا دونك تبعنا عندنا اف تقول ديفينيسيون اف اون فونكسيون f est une fonction définie mais en voisinage de l'infini. Il met plus l'infini ou la moins l'infini. C'est très bien. Tolque, la fonction f n'est pas ni admet pas développement limité en l'infini. يعني شنو كنعنيو بان ما كتقبلناش واحد ديفلوبمون اون لانفيني يعني ان لا ليميت نحاول نكتبها انا رياضيا يعني ان لا ليميت ديال اكس ديال لانفيني ديال اف دو اكس ما يعطيناش واحد البارتي غير يعني غادي يعطينا لانفيني كنقول على ان اف انها نو ادمي با ان ديفلوبمون ليميتي اون فوازيناج دو لانفيني مزيان كملوا مي لا فونكسيون اكس اس الفا اف كتقبل لينا هنا الاكس هذه ولي اف دو اكس مقسومه مي لا فونكسيون يعني انه ايل اكزيست واحد الفا اللي ابارتيان ا ان ايطوال صافي حيث ان لا ليميت ديال اكس تونفير لانفيني ديال اف دو اكس هنا على اكس اس الفا صافي هنا جي دو اكس غتولي اف دو اكس
على اكس اس الفا اللي هتساوي لنا ا، وهاد ا بارتي ا ار. على سوات لنا ا، لان اف خاصها تكون ادمي ان ديفلوبمون ليميتي، يعني الليميت ديالها خاصو يكون كيتساوي لنا كيعطينا واحد المنبر غيال صافي. دونك يعني ان لا فونكسيون اف دو اكس اشنو هتولي كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جي دو اكس فوا اكس اس اس الفا صافي. يعني اف دو اكس اللي جبنا هذه دونك سي بيان، وهاد اف راها كتكون هاد الجي هادي راه كتكون هادشي هي هادي راه كتكون اكزاكتومون كتقبلنا الديفلوبمون ليميتي. دونك جي دو اكس كتقبلنا الديفلوبمون كيما قلنا، و اف دو اكس اش كانوا كتقبلنا؟ كتقبلنا ادمي ادمي ديفلوبمون ليميتي جينيراتريس صافي دو ان اون فوازيناج de l'infini. Ça fait un peu le cours d'un an, si c'est maxi psu, je vais venir vers l'envoisinage de l'infini. Alors, on a un exemple. Alors, l'exemple d'un an, on a un prof exemple f de x. Qu'est-ce que ça oui, le valeur absolue de x à la racine de 1 zaïd 1 la x au carré. C'est très bien. Alors, نحاولو نشوفو لا ديفلوبمون، نحاولو نحسبو لا ديفلوبمون ليميتي ديال جي اون فوازيناج دو بلوس لانفيني اي موان لانفيني بجوج كاع، نديرهم بلوس لانفيني اي موان لانفيني، هادي لا ديفلوبمون ديفلوبمون جينيراتريس جينيراليزي عفوا، ديفلوبمون جينيراليزي. علاش؟ لان هادي ما كتقبلناش ديفلوبمون ليميت ديالهاش، الا جينا حسبنا في لانفيني، الا جينا حسبنا لا ليميت ديالها في اكس طون فيغ لانفيني بلوس ولا موان لانفيني ديال لو فالور ابسولي دو اكس راسين دو واحد زائد واحد على اكس او كاري. الوغ شوف معايا، هادي واحد على بلوس لانفيني صفر، يبقى لنا واحد راسين دو واحد 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 في اكس اكس، يعني تبقى لو فالور ابسولي دو اكس. يعني على حساب اكس الا كان موجب يعطينا بلس لانفيني، كان سلبي يعطينا مو لانفيني، يعطينا بلس وموان لانفيني. دونك بما انه عطاتنا لانفيني هذاك يعني ان اف نو ادمي با اشنو ان ديفلوبمون لي بي تي. دونك اشنو خاصني ندير؟ خاصني نحاول نردها كتقبلنا واحد ديفلوبمون لي بي تي، باش نديرو خاصنا نقسمو على اكس، يعني باش نطيرو على المشكل. اذا قسمنا على اكس غيبقى ليميت كيساوي لنا واحد. هانتوما الا حسبنا لا ليميت ديال اف دو اكس مقسومة على فالوغ ابسولي دو اكس، شنو غتعطينا في اكس طونفير لانفيني؟ غتعطينا لو غاسين ديال واحد زائد واحد على اكس او كاري، يعني غتساوي لنا واحد صافي. الليميت ديال لان هاد اكس غتمشي لانفيني غيبقى لنا واحد 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 راه بارتي ان ار. دونك هاد لا فونكسيون هادي مالها؟ راها كتقبل لنا واحد ديفلوبمون ليميت. سي تخي بيان. الوغ هادشي اللي نديرو، هادي هي اكزيست واحد اللي كتحقق لنا هاد القضية هادي. دونك نجي للبروف نقول له انه ان اكزيست الفا يعني واحد لي ابارتيان ان ايطوال، حيث ان الليميت ديال اف دو اكس على اكس لو فالور ابسولي دو اكس، حيث اكس كتمشي لانفيني، اش تساوي لنا؟ تساوي لنا واحد، واحد راه ابارتيان ان اخ. سي تري بيان سي بيان. دونك غادي نجي غادي ندير لا ديفلوبمون ليميتي ديال اش ديال هادي اف دو اكس على اكس، يعني ديفلوبمون ليميتي. دونك غادي ندير لا ديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس اللي كتساوي لنا لو غاسين ديال واحد زائد واحد على اكس او كاري صافي ديال اف. دونك شتي شكون هي؟ راه هي هادي، هي اف دو اكس مقسومة على فالور ابسولي دو اكس. دونك غتبقى لنا هادي لا ديفلوبمون ليميتي ديال هادي، راه بسيطة صافي. يعني نقدر نديرو شونجو لان هنايا راه ديفلوبمون ليميتي اون فوازيناج دو لانفيني، يعني خاصنا نديرو نديرو لها اون فوازيناج دو اش دو زيرو، عاد نحسب لا ديفلوبمون ليميتي صافي، لان هادي راه اون فوازيناج دو بلوس لانفيني. يعني اون نابوز لانفيني، اون نابوز اكغيك ايغال ان سور اكس، كنديرو شونجمون دو فاريابل. يعني اش؟ يعني ان شي دو اكغيك شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا اف دو، دونك هادي سميناها سميوها هادي اش اكزومبل، وهادي سميوها اف صافي، غير الاسماء وصافي. اف دونك هادي سميناها اش، دونك اف اف دو
دو 1 سور اكس اشنو هتساوينا؟ تساوينا لو راسين ديال واحد زائد دونك هاد اكس هادي نربلاصيها هاد اكس هادي نربلاصيها ب 1 سور ايغريك ياك، يعني واحد على اكس هادي نربلاصيها ب ايغريك، يعني واحد على اكس او كاري تولي ايغريك او كاري ايغريك او كاري. دونك اشنو ولات عندنا؟ ولات عندنا ايغريك راه فوازيناج دو زيرو. علاش؟ لان عندنا ايغريك طون فيغ زيرو سي اكس طون فيغ لانفيني صافي، لان عندي انا ديجا ان اكس كتمشي لانفيني واحد على لانفيني دونك ايغريك كتمشي للزيرو. بما انها كتمشي للزيرو لا ديفلوبمون ليميتي ديال هادي رانا عارفو ياك، حيت كان دونك واش كيبان لكم هنا وي، حيت انا عارف انه ف واحد زائد اكس هادو من ال من لا ديفلوبمون ليميتي لي اوزي اللي خاص تكون عارفهم، هي واحد زائد اكس على جوج ناقص اكس او كاري على 8 زائد اكس اتيرا. مزيان سي بيان، غنديرو لا فونكسيون كومبوزي، يعني نعوض اكس باش بايكغيك او كاري ياك، حيت ايكغيك او كاري غتمشي للزيرو ما عندناش مشكل، يعني نعوضو هذا بايكغيك او كاري وهادي بايكغيك او كاري غتولي ايكغيك او سكات، يعني لا ديفلوبمون ليميت ديال هادي غادي يولي واحد زائد ايكغيك او كاري على جوج زائد واحد على 8 ايكغيك او سبعة صافي زائد زيرو دو ايكغيك او سكات. سي تري بيان، حنا درنا لا ديفلوبمون ليميتي ديالنا بالنسبه لإيكغيك، ولكن حنا خاصنا نردوها بارابور ا اكس اون فونكسيون دو اكس، يعني خاصني نرد هاد إيكغيك نردها واحد على اكس. دونك دونك لا فونكسيون ديالنا الا ردينا واحد على اكس كتولي دونك سكوير هنايا غتولي واحد زائد إيكغيك غنعوضوها بواحد على اكس، يعني غتولي واحد على جوج اكس او كاري زائد واحد على 8 اكس اس 4 زائد 0 دو 1 سور اكس اس 4 صافي. سي تري بيان، دونك حنا درنا لا ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس اللي سميتها اف دو اكس، هي لا ديفلوبمون ليميتي ديالنا. من بعد اشنو كندير؟ كنضربها في اكس اس الفا باش تعطينا لا فونكسيون اللي بغينا صافي. دونك نحاولوا نحيوا هادشي. دونك دابا شنو درنا؟ راه حسبنا دابا ديفلوبمون ديال اف دو اكس على اكس او كاري وهي اللي سميتها جي دو اكس صافي، في هذا المثال راه هي اف دو اكس سي بيان، هي هادي ها هي ديفلوبمون ليميتي ديال هادي ها هي، يعني انا الا وليت اف دو اكس وهي لا ديفلوبمون ليميتي جينيراتري جينيراليزي راه هي اكزاكتومون خاصني نضرب في اكس اس الفا، اكس اس الفا راه هو اكس راه هو لو فالور ابسولي دو اكس، يعني نضرب في اكس صافي. ولكن هنا هاد لو فالور دو ابسولي دو اكس خاصني نضرب في لو فالور ابسولي دو اكس، ولكن هنا نشوفو على حساب فوازيناج اش، دونك غنمحي هادشي باش نكمل. دونك ليكزيرسيس ديالنا راه قالنا اون فوازيناج بلوس لانفيني ولا موان لانفيني، الا كان اون بلوس لانفيني فان الا حيدنا لو فالور ابسولي دو اكس يعطينا اكزاكتومون اكس، يعني غنضربو هادي في اكس، يعني ان اكس تولي عندنا h دو x x ميس h دو x لا فونكسيون ديالنا بين نحسبو نضربها في x، يعني نضربها في x يعني تعطينا x زائد x على هذه يعني واحد على جوج x زائد واحد على 8 x أس 3 زائد 0 ديال 1 سيو x أس 3 لأن هذاك دو أوردر 3 ياك. سي بيان، هذه فيما يخص إلى دونك هنايا هنا واش موان ولا بلوس؟ دونك هنا عندنا ايه هنا راه موان، هنا راه موان موان، دونك حيت لان عندنا لوغاسين ديال واحد زائد ايكغيك راه كيساوي لنا واحد زائد اكس على جوج زائد اكس على جوج ناقص اكس او كاري على 8 صافي، يعني حسن نديرو شنو بدو فاغي حيت نديرو كومبوزي عطينا ايكغيك او كاري ايكغيك او كاري كل دونك موان موان. سي تخي بيان، دونك هنايا موان الوغ دونك هذا اون بلوس لانفيني، اما الى عطانا اون موان لانفيني فان اش دو اكس لا ديفلوبمون ليميتي جينيراليزي تكسب على هذا الشكل، دونك كنضربو في ناقص اكس يعني تعطينا ناقص اكس ناقص ان سور دو دو اكس زائد ان سور 8 اكس اس 3 زائد 0 دو ان سور اكس اس 3. أتقول لي الموان، الموان راه دخل مع داك اللي قلنا كنعرفو إلا كان أبارتيان أ إيغ فإن هذا ضربناه في لا فونكسيون نيجليجابل كيبقى لي فونكسيون نيجليجابل صافي، يعني ديك ناقص
ناقص واحد ما تأثر ليناش إلا كان هذا هو راه ناقص واحد. دونك إلا ضربناه في ناقص واحد راه مكتبقاش ناقص كاين لا فونكسيون ديالنا. وهذا بالنسبة لهاد ليكزومبل هذا سي سامبلومون. ألوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، نتلاقاو إن شاء الله في التكملة ديال الكور بالنسبة للديفلوبمون ليميتي.